اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اسرار الشرق الاوسطيه. في تسريب لاكسيوس الموقع الامريكي الشهير، فان الولايات المتحده الامريكيه امرت اسرائيل بقصف العاصمه السوريه ردا على القمه الثلاثيه، وان من يقول بطرد القوات الامريكيه او الغاء امريكا فإسرائيل ترد من خلال العاصمة، بدك العاصمة بكروز. وكان ضروريا لهذه الرسالة أن تصل بصواريخ كروز. هذه هي اللقطة الأمريكية في المشهد ردا على القمة الثلاثية، وأمام رغبة أكيدة من البنتاغون في أن تكون الرسالة قاسية جدا، لأن المهم ليس فقط التراجع الذي حدث لسوريا وللمقداد في اللحظة التي قال فيها وهو في العاصمة طهران: هل يمكن أن نقرر سحب الاعتراف بأوكرانيا؟ قال بوتين إن الخطوة الآن متسرعة. هذه هي آخر التسريبات. معنى هذا أن تزامن كل من رغبة دمشق في سحب الاعتراف بأوكرانيا، سحب السفير وسحب الاعتراف بأوكرانيا، يتمثل أساسا بالنسبة للرئيس بوتين في خطوة هي متزامنة مع توسيع الهجوم إلى ما بعد دونباس، ثانيا إلى القول بأن ما سمي بلغة مدفديف بأن أوكرانيا قد تصبح من التاريخ. وأمام التصريحين معا سنجد أن الرغبة في توسيع العملية وأيضا قول مدفديف دفع مباشرة إلى تجميد القرار السوري، لكن القرار السوري لا بد له من ثمن، فكان الثمن محو أيضا دمشق وقصفها بكروز. ولماذا كروز على وجه التحديد؟ فإن هناك رغبة في استخدام توم هوك في المستقبل القريب. معنى ذلك أن دمشق ستدفع ثمن هذا التموقع الجديد، وأمام إسرائيل طلبان على وجه التحديد: أن الولايات المتحدة الأمريكية تطلب من تركيا عدم الذهاب بعيدا في إنجاز مهمتها، عملياتها أيا كانت التسمية، ما بين أوبريشن وما بين مهمة أيا كان هذا التدقيق. فإن البنتاغون أساسا عندما سئل ناطقه الرسمي بماذا تعني عند الأتراك مسألة ليس خط النار الموجود، خط وقف إطلاق النار الموجود، إنما خطوط وقف إطلاق النار. المسألة إذن لا تتعلق بخط وقف إطلاق النار، إنما بخطوط وقف إطلاق النار. ومجرد ما قال الأتراك فيعني أننا أمام بروتوكول سري إضافي واضح مع الأمريكيين ومع الأكراد ومع الأتراك، وهذا هو التدقيق في العبارة، حيث أن الأمريكيين يستخدمون خط وقف إطلاق النار فيما يستخدم الأتراك خطوط وقف إطلاق النار. معنى ذلك أن هناك اشتباك وهناك أيضا ترسيم لمربعات الحركة في كل المنطقة. إذن هذه الإشارة الأولى، أن هناك بروتوكول تركي مع الأمريكيين بخصوص خطوط وقف إطلاق النار، وأبلغ بوتين ورئيسي بهذه الخطوط من أجل العمل عليها، وقبلت في القمة الثلاثية. فما الذي دفع الأمريكيين إلى أن يؤكدوا للإسرائيليين رغبتهم في قصف دمشق؟ المسألة لا تتجاوز خطوة المقداد في طهران، لا أكثر ولا أقل، بمعنى أن مسح أوكرانيا يساوي مسح روسيا،
وهذا أخطر تصريح على الإطلاق في السياسة الإقليمية الجديدة. وهذه الرسالة رسالة لأول مرة يكون فيها مسح بلد عربي بقرار غربي، إن كان الروس يرون في مسح أوكرانيا وجعلها من التاريخ فسوريا أيضا ستكون من التاريخ. إن كان هذا هو الوضع فالأمور اليوم قد تصبح باتجاه حرب عالمية، لأن تركيا الآن لديها إمكانية من سوريا لاندلاع حرب شاملة، أمريكا وروسيا في نفس المنطقة، قوات هنا وقوات هناك، في أوكرانيا هناك حدود بولونيا، في كل مكان هناك دائما حدود، مناطق ميتة، مناطق محايدة في كل مكان إلا في سوريا، حيث القوات الأمريكية والقوات الروسية وبينهما أساسا لا شيء. ببساطة شديدة الوضع السوري اليوم خطر إلى أبعد حد. إذن أمامنا صعوبة كبيرة في تعقيد المشهد إلى أبعد حد محتمل، ولذلك فإن هناك أكثر من ملاحظة يمكن إبداؤها. أولا بالنسبة للطيران الأمريكي الإسرائيلي، أصبح كله مهيئا لعمليات خاصة في داخل سوريا، في العمق السوري، هذا شيء مؤكد. المسألة الثانية أن بوسايدن أيضا تعمل وبشكل كامل اليوم على الغواصات الروسية، وردت روسيا أيضا بمناورات قريبة من كريت قبل ساعة من الآن. إذا أمامنا صعوبة كبيرة لمثل هذا الوضع الشديد الأهمية، لأننا أمام إعادة تقدير شامل لكل الخارطة. والأهم من كل ما يجري هو أن هناك طيران استراتيجي ستستقبله الآن إسرائيل، وهناك أيضا إعادة تجديد للقبة الحديدية انطلاقا من تقنيات أمريكية، وستكون موجهة مباشرة إلى أوكرانيا في المستقبل القريب. معنى ذلك أن هناك دفاع أمريكي بشكل واضح جدا عن التقنية الإسرائيلية، ويتجاوز الأمر هذا إلى العمل عبر الغواصات الإسرائيلية أيضا، فحركة اليوم الغواصات الإسرائيلية مرتبطة مباشرة بحركة البحرية والأسطول العامل الآن في إيطاليا. اليوم البحرية الإسرائيلية وفي المناورات التي حدثت البحرية ما بين كل من اليونان وإسرائيل كانت كلها وأمام المسارات التي قطعتها كلها وفي مقابل القطع الروسية، وجدنا أن أسطول البحر الأبيض المتوسط للقوات الأمريكية من إيطاليا يراقب الوضع بشكل كثيف ويسحب طائرات من خارج البروتوكول الدفاعي. اليوم هناك عمل مباشر من ترومان إلى إسرائيل لأول مرة، ولأول مرة يمكن اليوم القول أن الأمريكيين ليسوا فقط عاملين على الأرض في إسرائيل، إنما يديرون العملية لأول مرة ضد دمشق. هذا يعني أننا أمام محاولة بشكل واسع لرد الرسالة التي أرادها السوريون من طهران أن يكون الرد عسكريا، وهذا هو السبب الرئيس في كل ما يجري. وهنا لابد من القول أن الروس أيضا حاولوا جهد الإمكان أن يعملوا على إعادة تعزيز مواقعهم في حميميم انطلاقا من قدرات لهم سابحة في البحار. فالقرار الذي سيعيد فرقاتة على الأقل إلى جانب مدمرة سيعود إلى إعادة تعزيز
الوضع العام في حميميم وفي غيرها، وهذا الذي يجعل الآن البحرية الروسية في حالة الطوارئ أمام عودتها وأمام إعادة تسليح أقوى في حميميم. وأيضا في الاتجاه الآخر نجد حركة البحرية الإسرائيلية والأمريكية دفعة واحدة وبتنسيق شامل. هنا لا يمكن القول أن هناك عمليتين تحت التنسيق، هناك عملية واحدة منسقة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني عملية بلغة كوريلا ليست أكثر من عمليات خاصة ليست مشتركة وإنما منسقة. إذن العملية هنا أن هناك تنسيق شديد للعملية الواحدة الإسرائيلية الأمريكية، وهذا هو التطور الاستثنائي الذي يجعل مباشرة من مسح سوريا ليس نظاما، مسح دمشق كلها يمكن أن يعود بكامل الخارطة لصالح الأمريكيين، فيما الروس أقرب مباشرة إلى الصدام مع الأمريكيين. ندرك قبلا أن هناك دائما ميكانيزم لعدم الصدام ما بين الجيشين، وعمل السخوي 34 على هوامش، إن لم نقل على أطراف القاعدة الأمريكية. هذا الذي يسعى معه الآن الإسرائيلي أيضا إلى الوصول إلى حميميم. إذن هناك وصول إسرائيلي إلى قصف حوالي وقريب من حميميم، رد عليه تماما على الأقل الروسي بضرب التنف القريب، يعني كل جوار القاعدة الأمريكية. فكلما كانت حركة إسرائيل تعتبرها على الأقل روسية أنها حركة أمريكا، واليوم يثبت ذلك. إسرائيل لا تدمر فقط هي الأهداف الإيرانية، أهداف الحرس الثوري، كل هذا معروف، إنما المسألة تتعلق بشيء آخر، أن الأمريكيين هم الذين يحددون الأهداف أيضا لما سمي بالضربات الإسرائيلية، وهي ضربات اليوم ضربة أمريكية إسرائيلية واحدة ومنسقة. وهذا هو التطور الاستثنائي الذي يجعل من محو أوكرانيا يساوي محو روسيا، في رسالة قوية للغاية قد تجعل من الحرب العالمية هذه المرة مفادها أن إمكانية إطلاقها من الشرق الأوسط حالة محتملة إلى أبعد حد. والتوازنات الآن ما بين سوريا وما بين أوكرانيا أقرب بعد القمة الثلاثية أو ترايكا في طهران، أقرب بكثير إلى الصفقة تماما كما الصدام أو المواجهة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.